السلام عليكم ويعطيكم العافية. اليوم تاريخ 7/3/2021 هو أول يوم حظر جزئي عندنا بدولة الكويت بسبب جائحة كورونا من 5 مساء إلى 5 فجرا. شلون استغليت هذا الوقت خصوصا قاعدتي في البيت؟ أنا عندي هواية، إحدى هواياتي القديمة هي الرماية عن طريق البنادق الهوائية، أمصج ما يسمونها. زين، عندي بندقية هوائية حديثة بديت أشتغل فيها. يمكن بالسابق كنت أستخدم هذه الهواية في الصيد في البر، الطيور والأمور هذه، يعني ماضي قديم الصراحة. أرى شخصيا أن هذه الأمور اللي سويتها في السابق كانت خطأ، خصوصا أن الصيد كان بغرض الصيد وليس الأكل، وهذه وجهة نظري، قد يكون غيري يعني يغلطني فيها أو لو وجهة نظر أخرى أحترم كل وجهة نظر. أنا بالنسبة لي بطلت أصيد طيور وبدأت أستفيد من هذه الهواية بطريقة أرقى شوية، أو نقول بطريقة مختلفة، من خلال وضع بعض الأمور اللي أرميها، يعني أستخدم وأقوي دقة الرماية عندي. وهذا أول فيديو أنزل لكم لهذه الهواية. حطيت لي هدف بالسطح، عندي امتداد تقريبا 20 متر، حطيت لي هدف وبديت أعدل النيشان وأصفر السلاح على هذا الهدف. شوفوا معي. طبعا حاط لي هني وانقش بالسلاح، شوفوا مش كثر الحمام موجود هني، لكن بس بطلنا نصيد طيور، ما له داعي نصيد شيء ما ناكله أو حق اللعب. الحمد لله شغالين هني بالنيشان هذا، أمورنا طيبة. ها نروح الحين كاف الحمام واقف هني، ما كل العافية، فنشوف شلون رمايتي، عشان اللي يقول لي لا ما تعرف ترمي الحمام ولا ما تحوشهم ولا خايف تحوشهم، خل أوريكم شلون رمايتي. وأبد أول واحدة بالنص، بعدين رحت على حمرة هذه، بعدين اشتغلت على هذين، شفتوهم الحمد لله، ولا واحدة برة ولا طلقة برة الحمد لله. الحين خلصنا من النقاط، الحين خلنا نتحدى وراح أطق إن شاء الله على الخط هذا اللي فوق، من هني من الدائرة هذه لها الدائرة، بجرب ببدأ من فوق وأنا نازل لتحت، بنشوف. يلا ها ها ها، وهذا الخط شايفينه. طبعا في واحدة هني، أول واحدة طقيتها بالغلط، بس الثانية عدلتها، عدلت النيشان، شوفوا صفرت هني. هذا الخط على بعد 20 متر. بتحدى نفسي بطق هالمسمار، مو كذي. شوفوا التحدي الحين، شفته وش خلق زي المسمار، بسم الله. لحظة، طيت المسمار كاروني تحت، يعني بطقه كذي من بعد 20 متر، بحط التليفون الحين فوق عشان أصور المسمار. أوكي نجرب الحين. شوفوا المسمار وين مطقوق، شفتوا؟ ايش رايكم بس؟ نجرب العود هذا، كنا كبير شويه. لحظه خل نصغره، ناخذ هذا بس، هالنتفه هذه. لحظه باخذ هذه الاشعاره هذه اللي من العود. لا ما راح اطقها هالجهه هذه، لا هني بالبوز. التحدي هني، ما يخالف. طبعا لان عود صغير مضطر اركبه فتحه من فتحات اللي طقيتها من قبل، شفتوا؟ بطقها كذي. ها شوفها الحين بالكاميرا، ثبت الكاميرا ونشوفها، ما تبين هذه شلون بحوشها. بسم الله. اوكي ما حشتها. يا سلام. طبعا طقيتها طقتين، الطقة الأولى ما حشتها لأني ما أشوفها، الطقة الثانية بس ركزت شوية كاهي. تبون تشوفون النقشة اللي سويتها؟ شوفوا. ترى بس هذه بالغلط انطقت بالغلط. طبعا هني وايد طقات هذي،
ورا بعض هني. شوف شوف ايش صار ورا بالخشبه. ان شاء الله ايش صار. شفتوا معاي الفيديو شلون تحديت نفسي يعني بعض الامور وبعض الاساليب، واستغليت هذه الهوايه اللي هي هوايتي بطريقه اللي اعتقد انها سليمه بالنسبه لي ورايي. اذا عندكم بعض الاقتراحات يعني او التحديات الخاصه في رمايه الاهداف كذي، كتبوا لي وراح اقراها كلها واطبقها واصور لكم ان شاء الله فيديو ثاني نشوف فيه هذا التحدي. وقبل لا تمشون وتطلعون من القناة، لا تنسون تسوون سبسكرايب حق القناة اللي أقدم من خلالها جانب القصص والأمور الخاصة بالتصوير أو قصص ومواضيع مختلفة، وأيضا الجانب الآخر اللي هو الرماية، واللي شكلي والله أعلم لو شفت تفاعل منكم راح أنزل لكم بعد فيديوهات ثانية. مشكورين وقواكم الله.